حسين يا غريب. انت تلاحظ القرآن الكريم في سورة آل عمران آية 80، الله يأخذ الميثاق من كل الأنبياء أنكم تنصرون محمد أبا الزهراء، تنصرونه كل الأنبياء، هاي الآية موجودة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتنصرنه، تعزروه وتنصروه. بعد ذلك يأخذ منهم كلمة يقول قال أقررتم، الله يقول للأنبياء يقول أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، هذا في عالم الذر، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. زين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني موجود عند كل الأنبياء. لما تقرأ في القرآن الكريم الرسول ألم يصفه القرآن بأنه بشير ونذير؟ زين أنتوا اقرأوا هالآية، يقول الله عن النبي يقول هذا نذير من النذر الأولى. شو تقول أنت بهالآية؟ تتركها يعني ما تقرأها؟ الله يقول لك النبي محمد نذير من النذر الأولى، يعني لم يسبقه نذير. هذا نص موجود. لما تسمع الزهراء سلام الله عليها قلب النبي ومهجته وروحه، فلما تسمع الإمام الباقر تسمع أبا جعفر روحي فداء لتراب أقدامكم يا سادتي، الإمام الباقر يتحدث، مو واحد آخر غير الإمام الباقر. لا عزيزي، يمكن تسمع عمرو بن عبيد يتحدث، لكن هنا الإمام الباقر يتحدث يقول إن أمي فاطمة صديقة كبرى، وعلى معرفتها، والإمام الصادق كذلك، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. بعد ذلك يقول إنها كانت مفترضة الطاعة على كل الأنبياء والرسل والملائكة. يجي واحد يشكك بهذا الشيء؟ لأن هذه موجة موجودة مع الأسف، تشوف كأنه يستلذ ويستعذب أن يقول لك الزهراء امرأة عادية، لكن هو نفسه إذا تقول له أنت ورموزك عاديين من سائر الناس ما يقبل يتعارك معك، يسوي لك مشكلة، يقول لا 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 أبدا، شلون عاديين؟ زين أنت تجي للزهراء تقول أنها عادية؟ الزهراء سيدة نساء العالمين، مفترضة الطاعة، هي التي تتحدث تقول وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد، الزهراء تقول. وتصور لك هاي المرحلة كلها اللي إحنا فيها، الزهراء تقول تركتم عليا، تخاطبه، إذن فابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا، فيا حسرة لكم وأنا بكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هاي الزهراء تقول هكذا روحي فداء. شوفوا شلون تتحدث، تدخل عليها نساء المهاجرين والأنصار، كيف أصبحت من علتك هذه؟ كانت تتحدث عن بدنها، لا، رغم أن بدن الزهراء وآلامها في بدنها لا يحتويها حتى العرش، حتى العرش ما يحتويها، لأن الزهراء روح فداها خلقها الله من نور عظمته، غطت الملائكة والكون ظلمة، الملائكة ضجوا إلى الله، هذه أول مرة الظلام هذا، فأخرج لهم نور فاطمة. الزهراء من هذا معناه صحيح هي تزهر لأمير المؤمنين وتزهر لأبيها رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، وإذا جلست في محرابها يخرج نور منها، نور يدخل كل بيوتات الحجاز. الآن أعداء الزهراء يغمطون هذا ويدفنوه، بس هو موجود، من أسمائها الزهراء سلام الله عليها. فتلاحظ هذا المعنى تأخذه. إذن المسألة، مسألة الإمام الحسين، ليست مسألة حادية الآن، أو صار يوم 61 للهجرة على الحسين ونريد نبكي على الحسين، لا لا حبيبي، الحسين بكاه الملأ الأعلى، الملائكة بكوا على الحسين،
الله أخذ من نور الحسين وخلق اللوح والقلم. والله العظيم هذه الرواية يذكروها 14 معصوم إلى الإمام صاحب العصر والزمان. روايات تأتيكم هنيئا لكم تأخذون هذه الروايات من مصادرها الصحيحة. فإذا جاء شخص ورآك أنت تعزي، أبين لك خصوصا الحسين، وصدقوني أقول لكم كلمة، إن الذين يقفون ضد الحسين، ويمكن قبل 6 سنوات آخر جاي أعدكم تشرفت فيكم قلت لكم هذه العبارة، لأني دق الجرس براسي أنه أنا قلت لكم هذه الكلمة، أنه من 14 معصوم 2، أيضا هذا تأكيد ثاني، إذا أنا قبل 6 سنين ذكرتها لا نذكر لكم يعني. 2 من 14 معصوم ما يسمحون لأحد أن يتجاوز الحدود وينال من مقامهم، يضربوه في الدنيا قبل الآخرة، فاطمة الزهراء والإمام الحسين. وأنتوا شوفوا الذين وقفوا ضد الزهراء لاحظوهم شنو مصدرهم، وين في ناس كثير وقفوا ضد الزهراء، وين شعبيتهم سمعتهم شكلهم وين، بينما واحد يقف مع الزهراء. يعني معقولة هذا الذي يحمل الحطب يقف بباب الزهراء يريد يحرق الباب وأنا أصير ضدها أيضا؟ شو الفرق بينه وبين هذا اللي يحمل الحطب عليه؟ ما الفرق يعني؟